ما معنى التقية عند الشيعة؟ شغالين عليهم. ولماذا يعملون بها؟ التقية ذكرت في كتاب الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا يقول: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى. فالإنسان يجوز له أن يتقي بحيث يحفظ عرضه أو نفسه أو ماله، فيستخدم التقية، وهي أن يكذب حتى ينجو، وهذا جائز لا بأس به إذا وقع الإنسان شيء من الخطر.